يبدو أن معاناة اليمنيين لا حدود لها. في الوقت الذي يعاني نصف سكان اليمن من شح الأغذية والخدمات الإنسانية بسبب النقص الحاد في التمويل الذي يعيق عملية الاستجابة، ينذر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر بتفاقم أزمة تعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فمنذ بدء التوتر في البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية على السفن التجارية، أصبح من الصعب وصول المساعدات للمحتاجين ليس فحسب بسبب ارتفاع التكاليف، ولكن أيضا بسبب محاولات الوصول لليمن دون المرور عبر الممر المائي المضطرب، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال لتزايد التكاليف بما في ذلك تكاليف الوقود والتي قد تنعكس على السلع الاستهلاكية. التصعيد في البحر الأحمر دفع 26 منظمة إغاثة في اليمن لإصدار بيان مشترك الشهر الماضي حذرت فيه من بدء شعورها بتأثير الهجمات في البحر الأحمر على المساعدات الإغاثية لليمنيين. ورغم التحذيرات، يتوقع تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة. محمد السيف، الحدث.